عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في واحد الوصفه جديده صحيه. وشكون اللي ما كيستعملهاش في الصيف؟ واحد الكلاص او لا لادو صحي 100% بالنسبه لينا حنايا، بدون سكر بستيبيا، خاص للناس ديال المرضى السكري والناس ديال الحميه والناس ديال اللي كيمارسوا الرياضه، وحتى الناس اللي كتبغي تنقص في الوزن. علاش لا؟ نعطيو للعائله ديالنا. مرحبا بكم معايا، الا بغيتو تعرفوا كيفاش لا بغيتو تعرفوا كيفاش درت له. يلا هو معايا الفيديو. دونك حبيباتي احبائي، المقادير اللي غادي نستعملو في هاد لا روسيت ديال اللادو، اللادو صحي 100% بالنسبه ليا انا، نقدر نتناولو ويتناولو جميع الاسره ديالي بلا ما نخافو من المكونات ديالو والمواد اللي دايرين فيهم والصبايغ و و و و و. دونك غادي نحتاج صفر ديال 4 البيضات، انا كنستعمل هنا البيض كامبيرو لان ديجا اللي قد على بيو يدير بيو، علاش لا؟ انا كنشري كامبيرو دائما. غادي نحتاج 4 صفر ديال البيض، غادي نحتاج 60 غرام ديال ستيفيا، ما غاديش نوصلها ل 60 غرام، المهم غادي نطحن ونشوف على حسب الحلاوه اللي بغيتو. كنستعمل كيما دائما هذه ولا ديك ستيفيا اللي كنشري كنطلبها، دابا ما بقات لياش، كنستعمل هذه ديال ميركادونا. علاش؟ لانها خليط من اريتريتول و لا ستيفيا. الاريتريتول ما كيطلعش السكر في الدم، الانسولين الا صندري. فوالا، وغادي نزيد واحد 6 حتى 8 ديال القطرات من هذا من ستيفيا. غادي نحتاج معلقه ديال الفانيليا، غادي نحتاجو واحد البوطي ديال حليب الكوك. انا عندي هذا ديال ليدل، ولكن الا شفتوا الكارب بالنسبه ديالو قليله، في 100 مللي فيها 1.9. وغادي ندير الناطه، ما عنديش الاستوريانا، مضطره ندير هذه. وغادي ندير 125 غرام ديال الطحيني. الطحيني اللي ما كيعرفش طحيني، الطحيني هو العجين او كي كنقولوا حنايا ديال السمسم، غير الجنجلان، والجنجلان عنده فوائد عديده، غني بالكالسيوم وبزاف ديال الفوائد فيه هذا الجنجلان. دونك غادي نديرو ندير 125 غرام ديال الجنجلان. دونك اول حاجه غادي ندير، غادي نعزل الصفار البيض، صفار البيض من الابيض، غنديرو بطريقه يدويه، انا كيعجبني نحيدو باليد ديالي. دونك على بركه الله. غادي نحل هذه، غادي نبدا بحليب الكوك مع الناطه. كما كتشوفوا راه خلطته مزيان باش يتجانسوا كاع، لان كيتعزل داك الليكيد على الدهون ديالو. وغادي نزيد الناطه، هاد الناطه راه ما كتعجبنيش البنات، ولكن غادي نديرها. الاحسن تكون ديك الناطا باستوري ديالي زوينه.
خلينا انا ندير الاضافه ديال شويه القرفه، كتعجبني القرفه وكتساعد على حركه الدهون. وغادي ندير معلقه ديال الفانيليا، معلقه عامره، بغيتو تزيدو غادي نزيد شويه، أو بطبيعة الحال دائما قبيصة ديال الملحة، هذه ملحة صحية 100% كما كنقول لكم دائما، عامرة كتكون محافظة على الفيتامين ديالها لي مينيرو. غادي نخلط ونخليه يرتاح باش يتجانسو كاع دوك المقادير. اثناء البنات غادي نبدا كنزيد بشويه بشويه الخليط ديالنا، حتى نكملوا كاع داك الخليط ومنطون كنخلطوه باش ما يبقى فيه حتى شي حاجه ديال دروموس. حبيبات خدمتهم مزيان ولا على كريمي، ودابا بقاو معايا نوريكم كيفاش غادي ندير الرز. من بعد ما حصلنا على هذا الخليط كله متجانس، دونك انا غادي نديرو في الايلاديرا ديالي. ها نتوما راه بيتها الليل كامل وهي في الكونجيلاتور. الايلاديرا يعني اللي غادي تساعدنا باش نديرو اللادو. الصراحة هذه اكثر من 5 ولا 7 سنين عندي، كنستعملوها في الصيف بزاف، كنديرو فيها اللادو كنديرو فيها ليكخير، وراه الليدل كيجيبوهم غير ب20 اورو، كيكون الحجم ديالهم شوية صغير يعني في متناول الجميع باش يشريهم بين قوسين. ولكن انا فاش كنت باغا نشريها ما خلطتش عليها في الليدل الصراحه، دونك كنخليها الليل كامل في الكونجيلاتور. وسهله كتجيب هاد هاكي كتجي. ها نتوما غادي ندير لها هكا، نركبها هنا وعندها هاد الفوات. دونك وعندها من هنا الفم من هنايا. دابا انا غادي نشعلها، غادي نعطي اكثر من ليترو، خصنا نعطيوها نص ساعه باش تجينا يجينا اللادو كريمي. الا ما عندناش متوفر الماكينه غادي نديروه في واحد الطابر ونديروه في الكونجيلاتور، كل ساعتين نجبدوه ونحركوه باش ما يتكريستاليساش، و كل ساعتين حتى نحصلوا على ديك لاموس اللي بغينا متجانسه. دونك البنات غادي نحيد هذا، غادي نديرو في هذا الغريريف ونبدا كنكب من هنايا باش يجيني ساهل نكبو ما يدفق لياش. دير غير بشويه بشويه حتى نسالي كلشي. غادي نبدا ما اللي عنده الايلاديرا ما نرميوش الخليط وهو ما خدامش الماكينه، لان غادي يتكريستاليزا لينا ويدير ويتجمد.
بغيت نقول لكم هاد الماكينه فابور يعني دي ايلافيرا كتجي بطبيعة الحال بالكتاب ديالها نتوما. وهنايا كي راه فيها حتى العربيه نتوما كيكتبوا لكم هنا مجموعه ديال الانواع ديال اللادو هنا بالفراوله بالفريز بالبيستاش بالليمون يعني فيه هنايا الخير خير الله اللي يدير الواحد في جميع اللغات مينوس الاسبانية. هذا شريته انا من كورتي انجلش في مونيكو. المهم هذه باينه قوسين كتجيب الكتاب ديالها باش اي واحد يعرف كيفاش يستعملها لاول مره وكيفاش يحضر اللادو ديالو لاول مره. هنا تشوفوا لا كونسيستانس كي لات هانتوما صافي هانتوما باقا 10 دقائق غادي نحيدو وغادي نديرو في الكونجيلاتور نص ساعة. اللي بغى يستعملو مباشرة بدا كيستعملو. انا غادي نديرو دابا معاكم نص ساعة نديرو في الطابور ونديرو في التلاجة. اللادو ديالنا ها هو وجد البنات نحلو معاكم ريحة الفانيلا والريحة ديال السيسام غادي نقول لكم. انا وجدت لي طابير صافي غادي نعمرو هنا. شفتو لا كونسيستانس دابا غير واحد ربع ساعة كاع كوم موتشو غادي يوجد. تبارك الله راه 400 مللي ديال الناطا و 400 مللي ديال حليب الكوك راه 800 مللي يعني راه كتجي بالخير والبركه. وكنعرفوا شنو كناكلو صافي. غندير طابر ديال الزاج وغندير طابر ديال البلاستيك ونشوف الا عندكم دوك ديال الالومنيوم هذوك زوينين كيبردوا دغيا. صافي غادي نديرو في الكونجيلاتور البنات هانتوما نزيد كلشي. صافي غادي نديرو في الكونجيلاتور. انا جبتو من الكونجيلاتور البنات راني خليتو حتى رجعت من الرياضة ما زربناش عليه يعني واحد ساعتين حتى ثلاثة السوايع ولكن راه غيكون بطبيعة الحال جنون. انا جبت بجوج لي دو طابور غادي نفزق هادي عندي غير ديال البلاستيك على قدها ولكن غادي تقضي لنا غرض. نشوفو بسم الله غادي نتمتع بهاد غادي ها نتوما البنات شوفوا لا كونسيستانس زعما راه الصراحة اش غادي نقول لكم. ما كي هاد كي كنقولوا حنا عفوا هاد اللادو ما كيتكريستاليساش. علاش؟ لان فيه الدهون كفايه فيه حليب الكوك فيه شتو ما كيتكريستاليساش بحال الاخر. وفاش كنصايبوه في الماكينه كنساعدوه باش يزيد يتوموخينيا. انا غادي نزيد له الفانيليا وبنتي غادي ندير لها واحد اللعيبه هنا ندير لها شويه ديال الشوكولا نحك لها شويه ديال الشوكولا ونعطي لها.
الصحه والراحه، حقكم في الجنه. اللي جرباته منكم تصيفط لي تصويره ولا تخلي لي كومونتير تقول لي كيفاش جاها، واخا بلا ماكينه الا بغيتو نضربوه بالضراب وديروه في القوطي او لا في القابسه ديال سميتو الطاسه ديال الكونجيلاتور، تبداو تجبدوه كل ساعتين تهرسوه وتحركوه وتعاودوا ترجعوه جوج حتى ثلاثه المرات، صافي كيتكون معنا. ها نتوما غزال اوموخيني صحي، عارفين شنو فيه. خليكم في امان الله، تهلاو ليا في راسكم، وشكرا على المشاهده بزاف بزاف، وعلى الكومونتير ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم، ومرحبا بكل واحد نخرط معنا في القناه. وهو هذا، مع السلامه.